عملتها ازاي انك تغير مش بس الكارير وتغير الشغلانات واماكن كتير؟ ما كانش فيه احساس كده عاطفي كل مره بيربطك تفضل في الحته الامان؟ انا اكتر حته استمتعت بيها عاطفيا هي لحظه الاستقاله، بتبقى جميله جميله قوي قوي، تحس بعديها يس انا حر النهارده. انت عارف في موضه دلوقتي اسمها سيلفي الاستقاله؟ ايوه كل يستقيل ياخد سيلفي. انا زمان عملتها من ايام ما كانش فيه سيلفي قبل السيلفي. ايوه بس كنت بتحس راحه، واول 24 ساعه راحه زي الفل، وبعدين بعد كده اروح فين بقى؟ ندم بقى وعملنا كده ليه؟ مش ندم، بس انا عايز اقول لك هو الاساس في التغييرات دي كلها، اولا ما حدش يقدر يخطط. اشتغلت مهندس مبيعات، بهدلت، لقيت نفسي ما طلعش قماش، واللي جنبي راجل لا يقرا ولا يكتب، ما طلع نتائج احسن مني. قلت لا انا لازم انجح. هنا يعني بقى تخش حته بقى ايه الاراده، تحدي بقى لازم. مش هطلع فاشل يعني. لقيت عندي وقت فاضي، تبان بقى الطبيعه الشخصيه. طب عايز اعمل حاجه تانية، بعت تايم شير. لقيت عندي وقت فاضي، بحب الاذاعه، اتفرجت على فيلم جميل اللي هو بتاع جود مورنينج فيتنام بتاع روبن ويليامز. الراجل كان بيروح يغير المود بتاع الناس كلها ويبسطهم. قلت انا عايز اعمل كده. اول لما الاقي نفسي في اي حاجه مش بعملها كويس او مش مستمتع بيها او الرساله مش واصله كامله، وقفت على طول. اول ما جيت هنا الصبح وانا بسلم عليك كده، اول ما جينا قلت لك انت بالنسبه لي كبير شغلنا في الهيكله والاتش ار، ولاننا في شغل عالي بندور على ثقافه عمل جديده وبيئه عمل جديده. عايز اسالك بكل خبراتك الشخصيه دي، شايف ايه اكبر عيوبنا في مصر؟ ليه احنا دايما محبطين من بعض في الشغل؟ طيب هو في اسباب كتيره جدا. اولها دايما، ودي يعني عقدتي في الحياه ببدا بيها اي محاضره واي شغل في حياتي، الوعي والادراك. ان احنا كلنا دايما بنحاول نهرب، بنعمل موضوع الانكار ده، احنا جامدين قوي، مفيش احسن من كده. فاول حاجه دايما عايزين ناخدها بشكل، لو حد جاي لي بيقول لي انا احسن واحد في العالم، اقول له انت لا تصلح خالص وبكسره. اللي يجي لي طبيعي في النص ده، انا بعمل حاجات كويسه وحاجات مش مظبوط، تعالى نتكلم بقى، ده الطبيعي. فاحنا عايزين نتقبل ان احنا طبيعيين. فاول حاجه الوعي والادراك. تاني حاجه، ودي كانت غايبه عننا بقى لنا مده طويله جدا، ان احنا ما عندناش دايركشن، ما عندناش توجه. احنا ما نعرفش احنا عايزين نروح فين. غياب الاهداف مشكله كبيره. نمره ثلاثه، واحنا كنا بنتكلم فيها قبل ما نبدا، الثقافه بقى والبيئه المحيطه بينا. والبيئه دي بتتخلق ازاي؟ ان احنا بنخلق حاجه حتى في الاورجنايزيشن، الشركات بنسميهم اورجنايزيشن هيروز، ابطال المؤسسه. مين الشخص اللي انا اشوفه اقول ده مثل اعلى، عايز اعمل زيه؟ مين اللي بيتدرس؟ يعني انت شايف انه تمكين الشاطرين طبعا مسؤوليه المؤسسات بقى، مش مسؤوليه المؤسسات بس. دايما بيقولوا التغيير الحقيقي، احنا عندنا من اكتر الحاجات اللي بتغير في اي مؤسسه دلوقتي حاجه اسمها تاثير دون سلطه، انفلونس ويزاوت اوثوريتي. التاثير الحقيقي من حد بيعمل حاجه طبيعيه كويسه على الارض، الناس بتقلده، وكل واحد عنده حاجه بنسميها دوائر التاثير. والفريق الجميل اللي معانا النهارده، مجرد واحد هيعمل حاجه صح، العشرة اللي حواليه شافوه، ولما سالوه عملتها ليه هيقول لهم عشان كذا وكذا، هو فاهم، بيبدا التغيير.